ايه وشو اخذت بعدين؟ اخذت مبرومه حقها 15,000 ليرة بابوشتك. وعطتك حقها؟ هي اجت بدها تعطيني حقها بس انا ما خليتها تمد ايد على جزدانها منوب. قلت لها علي الطلاق مرت عمي، علي الطلاق ما بتطالعي شي. قامت هي خافت عليكي اني طلقك ما مدت ايد على جزدانها منوب. اتمسخر لقلك اتمسخر. اهلك ياخدوا ببلاش معلش مسموح، اما امي لا. على كل حال انا كنت ناوي اهديها اياها بعيد الام. سوسن مشان الله، مشان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، مشان الملائكة والأنبياء، شو رأيك نغير شغلة الصياغة؟ لك ما بيكون أحسن؟ يا ريت، بس شو بدك تشتغل؟ ولك يا ستي خلينا نبيع المحل بالأول، بعدين بنفكر شو بدنا نشتغل. طيب، شو رأيك؟ تفتح سوبر ماركت؟ سوبر ماركت؟ أمي 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 غلي لنا قهوة أمي، حاكم صار راسي قد الطبل. سوبر ماركت تأمر. وينك؟ إذا سألك الموظف قديش فرغت لي المحل لا تقول له 900,000. ليش بقى؟ من شانك من شان مصلحتك قل له 500,000 ليرة. لا حبيبي أنا ما بكذب، العقد مكتوب فيه 900,000. اصطفي أنا نبهتك وأنت حر. يعطيك العافية يا أخ. أهلين وسهلين. دخيل عينك، أنا كان عندي محل صغير وفرغته للأخ وحابب إنك مفهوم مفهوم. تسلم لي، شو ذكي وفهمان شغلك على المظبوط، بتلقطها وهي طايرة. وبقديش فرغت المحل؟ والله ب900,000 وهي العقد، تفضل شوف. المحل محل شو؟ محل صياغة صغير. ولو إنه المحل بيسوى أكتر بس مبين عليكم ناس أوادم، وانا راح اعتمد المبلغ اللي فرغته على اساسه. يا كريم اذا انا 900,000 بيطلع عليهم تفضل اخي ادفع اليوم على الصندوق لبين ما بلش معاملة المشتري. ولي 60,000 ليرة ولشو هدول؟ شلون لشو؟ انت ما فرغت محلك 900,000 ليرة؟ واذا يعني؟ 60,000 ليرة ضريبة عليهم. ضريبة شو؟ شه اما انك غشيم. شو ضريبة شو؟ هي ضريبة فراغ. ايوه مظبوط، فراغ فراغ. هلا فهمت عليك. لك مو قلت لك قله ب 500,000؟ ما كنت دفعت كل هالقد. مشان الله انت خليك ساكت لنعرف من الاخ شو قصه الضريبه. شو بدك تفهم لتفهم؟ الشغله واضحه مثل عين الشمس. انت وقت اشتريت محلك كان سعره كذا، وهلا وقت فرغت محلك سعره كذا، يعني ربحت فيه كتير. يعني حرام تدفع للدوله 60,000 ليرة. صحيح، بس يا ريت يكون حكيك مزبوط وكون ربحان بالمحل. وقتها كنت دفعت للدولة بدال 60,000 100,000، بس أنا بايع المحل بخسارة. تفضل شوف تفضل شوف، هي عقد شراء المحل اشتريته من شهرين ب1,000,000 ليرة. تفضل اقرأ هون، اقرأ، هي عقد بيع نفس المحل ب900,000 ليرة. اقرأ يا حبيبي الله يخلي لي اياك، اقرأ هون هون. وانت مين جبرك تبيع بخسارة؟ اسمعوا على الحكي اسمعوا. ولك اخي انا فتحت محل صياغة وما توفقت فيه وبعته بخسارة، حدا قاله عندي شي؟ لعم على القصة. ايه اخي لا تعصب علينا، خلينا رايقين الله يرضى عليك. ها ولك اخي بس بدي افهم، لشو تدفعوني 60,000 ليرة ضريبة فروخ؟ المفروض تدفعولي انتو ضريبة خسارة، مو تاخدوا مني. انا ما دخلني اخي، التعليمات اللي عندي ما بتفرق بين ربحان وخسران. كل واحد بده يفرغ محله او بيته او اي شيء بده يدفع ضريبه فراغ. اذا ما عجبك هي مدير الماليه، روح لعنده يا اخي بجوز يعفيك من كل الضريبه. لا تنافس علي. ايه ما عجبني
وبدي روح لعند مدير الماليه بالذات. ليكو على الحكي فاضي ليكو. تظهرني هون انت الثاني، راجع لك. ممكن اعرف ليش عم تضحكوا سيدي؟ ولا على قولة المثل شر البلية ما يضحك؟ لا، بس قبل ما تدخل مكتبي كان عندي مواطن له مشكلة شبيهة بمشكلتك. مرته عندها محل وردته عن ابوها، عملت عقد ايجار لجوزها مشان يفتحوا محل حلويات ويطالع رخصة له. المالية يعني نحن عم نطالب المرة بضريبة فروخ مع انه هي ما قبضت شيء. بقى لحمة ضربك انت قبضت. هلا هذا اللي طلع معك؟ صدقني ما بيطلع بايدي شيء، التعليمات عنا واضحة وصريحة والضريبة بدها تندفع، ما في مجال. بس أنا ممكن ساعدك وخليك تدفع هلأ جزء من الضريبة، يعني شي 10,000 مشان ما تأخر المعاملة للمشتري، وبعدين أنا ببقى بطالع كشف للمحل وبخليهم يراعوك شوي ولا يهمك. وبينزلوا لك الضريبة كمان شي 4-5,000 على عيني. كتر خيرك والله على المساعدة. الحقيقة أنك غمرتني بعطفك ومالك سئلة منوب. ايه وربي يشهد. يا ريت كانت تطلع بايدي اخدمك اكثر من هيك، ما كنت قصرت شريف. ايه راضي، وبعدين شو صار؟ لا بعدين ولا قبلين، طلعت من عند مدير المالية ودفعت الضريبة وانا عم بضحك وبلعب كمان. يلا سيدي ماشي الحال، ان شاء الله الله بيرزقك بمحل احسن منه. التوبة التوبة على سبع قبل، ما عاد بدي شغلة المحلات منوب، ما بدي افتح محل، حرمت ربي يشهد. لكن شو بدك تشتغل؟ بالتجارة، استيراد وتصدير. ايه بس هدول بدهم مكتب. شو عليه بعمل المكتب عندي هون بالبيت؟ حدا اخو مراي شي كمان؟ المهم راضي، قيمني من سيرة المكتب والشغل. قوم طلعني مشوار، حاسة صدري طابق علي، يقوم. وانا كمان لازمني اشم شوية هوا. امشي. وين سيارتنا؟ عم تسألني إلي؟ مو كانت معك؟ إيه مزبوط، كانت معي، ولما أجيت صفيتها هون قدام البيت وطلعت. لا تكون انسرقت؟ يا حبيبي لا تقولي أنا انسرقت. قال يا حبيب قلبي. وين أنا كان؟ شو بعرفني؟ امشي لقلك، خلينا نخبي. ألو، أهلين ماما. لا ما صار شي لهلأ، ما التقيت. إرادي صار ما شهر رايح جاي لعند الشرطة ولهلأ ما لقوها. يا ستي أنا فقدت الأمل نهائيا. لا لو بدها تلتقى كانت التقيت. شو بدنا نساوي؟ حظنا هيك. ماشي الحال ماما، الله معك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طمني شو صار معك؟ التقيت السيارة. التقيت؟ الله يبشرك بالخير، وين التقيت؟ إيه لا تفرحي كتير، لا تفرحي، التقيت محروقة بالصحراء. وشو أخذها على الصحراء وحرقها؟ على هوا تحليل الشرطة أكيد شي عصابة تهريب، سرقوا السيارة وهربوا فيها شي، بعدين زتوها بالصحراء وشعلوا النار فيها كمان. يعني ما عادت الركب؟ لا بتنركب، بس بدي أتحقق تصليح. ايه شو حتساوي هلا؟ والله ما بعرف يا سوسان، والله ما بعرف، بس في واحد عرض علي يشتريها ب 300,000 وهو بيصلحها بايده لانه عنده محل بالصناعه، ميكانسيان هو يعني. ايه وبعته اياها؟ طبعا لا. لك ليش؟ لك شلون بدي بيعها ب 300,000؟ شو نسيتي بقديش اشتريناها نحن؟ نسيتي اوا؟ لا ما نسيت، بس لما اشتريناها كان وضعها شكل وهلا وضعها شكل تاني. بقى وينك؟ بيعها ب 300,000 ومنحط فوقهم 300,000 تانيات وبنشتري سيارة نص نص.
هيك قولك؟ طبعا هيك قولي. ولك يبعث لي 20 سيارة يدعسوني دعس على هالحظ المسخم يلي إلي. العمى لك ما هدي راسي من ساعة ما طبت رجلي على تراب هذا الوطن. الحبيب مبروك وشوف على وشها خير سيدي. الله يبارك فيك ويعزك. الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضل مدام. يعني بعد السيارة اللي كانت عندي اركب هالطرطيرة السخيفة هاي؟ ولا يهمك حبيبتي، هاي السيارة اشتريناها مؤقتا على بين ما رتب امور شغلي وشوف شو بده يزيد معنا مصاري، بعدين بشتري لك احسن منها وحياة عينك، تكرم عيونك. شو ما اشتريت لي؟ مثل السيارة اللي كانت عندي ما رح تشتري لي. ولا يهمك الا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. تفضل. تفاحل وصل ورجع لعندي. حاضر. شو هدول؟ مو معقول تكون نسيت. هدول ضريبة رفاهية. رفاهية شو؟ رفاهية السيارة اللي اشتريتها. لا اكيد حضرتك عم تمزح. ابدا ما عم امزح. هديك المرة مزحت معك شي؟ لا. ودفعت الضريبة ولا ما دفعتها؟ دفعتها. عظيم. وهلأ روح ادفع. إيه بس يا أستاذ، أنا لما دفعت أول ضريبة رفاهية كنت فعلا عم اترفى، بس هلأ أنا ما عم اترفى، بالعكس أنا هلأ عم ارجع لورا. اتفضل طلع شوف السيارة حضرتك، شوف السيارة اللي اشتريتها مهرهرة مهرهرة تماما. عم تحكي مزبوط، عم تحكي مزبوط، بس أنا ما بيطلع بيدي شيء. التعليمات هي بدك تدفع ضريبة رفاهية تانية. إيه لا سيدي ما رح ادفع، ولا عاد بدي سجل السيارة، خليها مكتومة وما بدي ادفع للحكومة. اعطيني الأوراق إذا بتريد، اعطيني اياها وخلصني. يلا ارضى عليك. ايه تفضل. قال رفاهية قال، بس يمكن الحق علي، هنن عم يرفهوني وانا عم برفس النعمة. يا سوسن عجلي خلصيني أوام رح أطير الطيارة. يلا يلا خلصت جاية. يعني هلأ خلص رح سافروا؟ ايه والله يا أمي رح نسافر. ايه بس هيك رح نشتاق لكم. أمي بس تشتاقي لنا افتحي لنا تليفون فورا، ببعت مجيبك لعنا. أمي الله يوفقكم يفتحها بوشكم يا قادر يا كريم. يا مو اسمه رح تترك البلد وتسافر، شو رأيك تعطي مفتاح البيت لأخوك؟ ايه منه بيدير باله عليه ومنه بيتجوز فيه، شو رأيك أمي؟ ايه أخي الله يخليك، وأنا وخطيبتي رح ندعي لك ليل نهار وإلك علي إذا حبيت ترجع البلد إني سلمك البيت مثل ما استلمته ويمكن أحسن. ليش ما دريتو؟ بشو؟ بعت البيت؟ أصبح مناخد العفش. ليش ما دريتو؟ بشو؟ بعت البيت بعفشه. الله يصلحك يا ابني، امتى راجعين عالشام مره تانية؟ ليش ما دريتوا؟ بشو؟ مالنا جايين منوب، لازم ننفد بريشنا.